للطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لقد قام الإسلام بثورة النبي العظيم صلوات الله عليه، واستمر بثورة الحسين الشهيد عليه سلام الله، واستمرت ثورة الحسين بالشعائر الحسينية التي اعتادت الشيعة إقامتها أينما وضعت لهم في الأرض قدم، فخشي الاستعمار على مصالحه من الإسلام فحاول القضاء عليه بالقضاء على الشعائر الحسينية، فجعل يهرج ضدها ويجند أبواقها لمحاربتها، ولكنه باع في الفشل بالفشل. في هذه الأيام تطل علينا ذكرى آلمت قلب الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وأسالت منه الدمع، وأبكت فاطمة الزهراء عليها السلام، وأحزنت الملائكة في السماء من قبل حدوثها بأكثر من 50 عاما. ذكرى قال عنها الإمام الرضا عليه السلام: إنها يوم أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. وقال عليه السلام: فألا مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. ثم قال عليه السلام: كان أبي عليه السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي منه 10 أيام، فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. إنها ذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، الذي ما كان رسالة الإسلام العظيم وثورته المتجددة أن تستمر لو لم يغذيها بثورته المباركة، فاستحق أن يقول فيه النبي العظيم الذي لا ينطق عن الهوى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إن إحياء هذه الذكرى في كل عام هو الذي أشعل نار الثورة على كل الطغاة والمجرمين، وهي التي دقت السفينة في كل ما بناه الظلمة والحاقدون، وكانت المحرك لإسقاط الأمويين ومن تبعهم. وهذه الذكرى التي يحييها المؤمنون عبر التاريخ بأشكال مختلفة تعبر عن انتمائهم لهذه المدرسة، هي التي أقضت مضاجع الأعداء، فسعوا جاهدين إلى محاربة كل شعيرة تحيي هذه الذكرى في النفوس، ولم تكن محاربة الشعائر تقتصر على شكل دون الأشكال الأخرى، فحتى زيارة قبر الحسين عليه السلام كانت تمنع، ويتعرض الزوار إلى القتل، فما بالك بالشعائر الأخرى. وفي المقابل نرى توجيها رعاية الأئمة الطاهرين وما رسوه بأشكال مختلفة يحث على إحياء هذه الذكرى ويعتبرها من أفضل القربات، وكل كان يمارس الدور المتاح له، ولم يقتصر حثهم على نموذج محدد، بل قال صادق أهل البيت عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وقال الإمام الصادق عليه السلام في حديث معتبر:
البكاء والجزع كله مكروه إلا على الحسين صلوات الله عليه. وفي خبر آخر قال الإمام الصادق عليه السلام: ألا مثل الحسين فلتشق الجيوب ولتخمش الوجوه ولتلتم الخدود. ومن هذا الأمر نفهم أن كل عمل يساهم في إحياء هذه الذكرى ويجعلها حية في النفوس هو أمر محبوب ومطلوب، طالما كان خالصا بهدف الاستجابة لأمر ولي الله دون أن يخالطه ما يخالف أمر الله. وبالتالي فإن كل الأحرار الذين عشقوا ويعشقون أبا الأحرار الحسين عليه السلام لهم أن يعبروا عن تفاعلهم مع هذه الذكرى بالأسلوب الذي ينسجم مع تأثرهم ونفسيتهم. فمن أراد أن يبكي أو يلبس السواد أو يلتم أو يطعم الطعام أو يخطب ويحرك العواصف أو يؤدي عملا فنيا أو غير ذلك مما يساهم في إحياء هذه الذكرى فأجره محتسب عند الله. انطلاقا مما ذكرنا فإننا نلاحظ في بعض البلدان اختلافا بين الموالين حول بعض الأساليب، فالبعض يحاول أن يفرض فهمه وأسلوبه على الآخرين ويمنع أو يشهر بين يمارس اللاتم أو التتبير أو إقامة موكب التشبيه وما إلى غير ذلك، وهذا غير جائز سواء كان ذلك المانع أو الفرض تحت عنوان متوهم للتحريم أو كان استنادا إلى عناوين ثانوية أخرى من قبيل ما يقال من أنه توهين للمذهب أو مدعاة لله، سواء بين الموالين أو بين المسلمين. وعلى هذا فإننا نقول: أولا، ليس أحد كائنا من كان أن يفرض على الآخرين فهما معينا أو أسلوبا معينا في كيفية إحياء هذه الذكرى بذريعة تشخيص خاص له لا ينسجم مع تشخيص الآخرين، إذ على كل مكلف أن يعمل وفق تكليفه الشرعي الذي لا ينسجم مع تشخيص الذي يحيطه مصاحما في هذه الذكرى، وليس معرقلا أو مانعا لها لسبب أو لآخر. فمن لا يستسيغ أسلوبا أو يستشكل من أسلوب فليس له فرض هذا الأمر فهم على الآخرين، لأن لهم تشخيصهم أيضا. ثانيا، إن آراء كبار فقهاء الأمة ومراجعها في الفترات السابقة أفتوا صريحا بعد أن عرضت عليهم مثل هذه الإشكالات والاختلافات، ومن ذلك ما أجاب به رئيس الفقهاء الشيخ النائني، وصادق عليها عدد من المراجع الكبار آيات الله العظام أمثال الخوئي والحكيم وعبد الهادي الشيرازي محمود الشاهرودي والحمامي ومحمد حسين آل كاشورغطا ومحمد كاظم الشيرازي وجمال الدين كلكلپایگانی، حيث صادقوا على فتوى النائني قدس سره. ثالثا، لقد أجاب المرحوم النائني على عدة مسائل بما يلي: المسألة الأولى، خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونهبها إلى الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد،
لكن اللازم تنزيه هذه الشعائر العظيمة أما لا يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آلات اللهم والتدافع في التقدم والتأخر بين محلتين ونحو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك فذلك الحرام الواقع في البين هو المحرم، ولا تسري حرمته إلى المواكب العزائي، ويكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها. المسألة الثانية، لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الإحمرار والإسمداد، وليقبى جواز الضرب بالسلاسل أيضا على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، وإن أدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير. وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا وكان مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها، ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك، كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب. المسألة الثالثة، الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيليات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة الأزاء والبكاء منذ قرون، وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقباء. رابعا، ولكثير من مراجع التقليد فتاوى غير ما تقدم في الجواب على المسائل السابقة والتي منها التدبير. نذكر ما كتبه أحد المراجع الكبار: لا تنبغي الشبهة في هذه الأمور، بل لو أفدى فقيه متبحر بوجوبها كفاية في مثل هذه الأزمنة التي سمم فيها جمع على إطفاء نور أهل البيت عليهم السلام لا يمكن تخطئته، وكل هذه الشعائر